حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. مختار السيد. فنان الأدوار الثانوية والتي ظلت محجوزة باسمه لأكثر من 40 عاماً، تنوع في أعماله الفنية حتى استطاع أن يقدم أدواراً عديدة، وبرغم ذلك ظل حبيس الأدوار الثانوية. إنه الفنان مختار السيد. بدأ في منتصف الخمسينات وظل يقدم العديد من الأعمال حتى رحل في صمت دون أن يعلم أحد عن رحيله. أعزائي المشاهدين، نقدم لحضراتكم اليوم الفنان الوسيم مختار السيد، أحد أهم فناني الأدوار الثانوية، ومن خلال حلقة اليوم سنتعرف على الفنان عن قرب، لذا تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. مختار السيد ممثل مصري عمل بالفن أكثر من 40 عاما، وهو من الوجوه المألوفة في المئات من الأفلام، ولكن للأسف القليل الذين يعرفون اسمهم. ولد مختار السيد في 13 يوليو عام 1903. كانت بداياته في فيلم الزهور الفاتنة سنة 1952 مع فاتن حمامة وتحية كاريوكا، شكري سرحان، محمود المليجي وفريد شوقي. ظهر في حوالي 217 فيلما وقيل أكثر من ذلك، قام في معظمها بأداء دور الطبيب، الصحفي، الموظف، وضابط المباحث، وأحيانا المسؤول الكبير. ولكن أكثر دور برز فيه كان دور الضابط، خاصة في فيلم لسنا ملائكة مع ثلاثي أضواء المسرح، والذي يعتبر أكثر فيلم ظهر فيه. رغم أن الفنان مختار السيد يتمتع بقدر كبير من الوسامة، إلا أنه لم يصل لأدوار البطولة، وتم حصره في الأدوار الثانوية كما ذكرنا سالفا. في السينما شارك في الكثير من الأفلام، من أبرزها الحقيقة العارية، البيل بواب، طائر الليل الحزين، زوج تحت الطلب، حافية على جسر الذهب، الراقصة والطبال، النمر والأنثى، ابنة العزيزة، كلمة شرف وغيره. وفي التلفزيون شارك مختار السيد في عدة مسلسلات، نذكر منها الخماسين، الرجل الغامض، الانتقام، البشاير، عاشت مرتين، كيف تخسر مليون جنيه، وهروب. الكثير لا يعلم أنه قام بتأليف مسرحية اسمها زيارة خاصة جداً، من بطولة وحيد سيف، لينا فهمي، زيزي مصطفى، أحمد راتب، وحسن حسني. بعد مشوار فني طويل رحل الفنان مختار السيد في صمت دون أن يتم تكريمه أو ذكر اسمه في أي مهرجان سينمائي، وتوفي في 6 أكتوبر عام 1999 عن عمر يناهز 69 عاماً. عزيزي المشاهد، هل ترى أن الفنان مختار السيد لم يستفد من وسامته؟ شاركنا برأيك. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.